من السلوية يصدمهم بورشو صار معلن محمد شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو مع الفنان السلوي اللي أعلن إنه هو بعد رمضان راح ينزل أغنية جديدة، وأكد الفنان السلوي إنه هاي المرة الأغنية مالها علاقة بالحب. من ناحية موسيقية جماعة أنا بعرف إنكم اشتقتوا للسلاوي القديم، فبعد رمضان راح أنزل أغنية صدقوني صدقوني ما بتقدر تحكي عنها إشي، كثير حلوة بعيدة عن الحب، بدنا نحكي برضو عن حياتنا شوي، وإن شاء الله أنكم حتحبوها، وفي ناس كثير عايشين هاي القصة ممكن، فأنا حابة أشاركها معكم. I love you guys وأتمنى أنكم بخير دائما. نمر إلى قمر الطائي اللي نزلت ستوري أعلنت من خلاله أن اليوم في بوست جديد. نشرت أيضا قمر الطائي ستوري آخر وهي بالجيم. أما لنا محمد فظهرت بعد عيد ميلادها مع عيلتها بمدينة الملاهي، ووثقت لنا محمد لحظة خروجهم بيت الرعب. أما نورمار فارتفع عن السوشيال ميديا وما نزل مبارح أي ستوري على صفحته بالإنستغرام. رأيكم يخصصها؟